شكرا. معك مريم السكتاني من مدينة طنجة، في عمري 25 عام. حاليا كنقرا وكنت خدامة في كلينيك دونتير. وقفت، جاتني ظروف خاصة وهادي صافي وقفت، رجعت دابا غير كنقرا. كنقرا لانفورماتيك، كنزيد في اللغات، مع ذلك عندي اللغة كخصني الشواهد، اللغة الفرنسية، وإن شاء الله خصني نزيد كتار. شنو هما اللغات اللي كتعلم؟ فرنسي. شنو هما اللغات اللي باغي تعلم؟ لونجلي، روسية، بزاف. شنو روسية بالضبط زعما؟ هيداك إن شاء الله غنمشي لها. لا تركيا كتعجبني. انا موهبه ديالي موسيقى. انا العزف على اله بيانو، كنلحن، كنطبل في الطبل. عملت مؤخرا عملت واحد لباس تونسي تقليدي مزيون، يعني باقي ما حتى شي وحده عملته هنايا في المغرب. انا عملته بطريقه ديالي وشريت الطبل ديالي، وقلت ان شاء الله نخدم به مور رمضان. علاش بالضبط هيداك باقي حيتش عند الخياطة؟ بالنسبة لهاد الفن هذا واش معروف؟ معروف بزاف مع الدي جي الدبكة اللبنانية. معروفة في المغرب؟ العليا قبل؟ فين باغا توصل ان شاء الله؟ شنو هي الأحلام ديالك المستقبلية؟ ان شاء الله يا ربي نكون شي فنانة مشهورة، وأنا عندي الثقة في راسي ان شاء الله يا ربي غنوصل. حيتاش انا بصح كنبغي هاد الدومين ديال الموسيقى وهادي، وعندي موهبه اخرى اللي هي التصوير، يعني موديل. نون معناش شنو رسالتك للشباب او الشابات اللي كيعجبوهم الفن وعندهم احلام ولكن ما كيقدروش يحققوها؟ بالنسبه للشباب كنبغي نقول لكم اللي عنده شي موهبه شي حاجه يحاول يوصل لها بيدو، ما تشوفوش السلبي، ديما شوفوا ايجابي باللي انت غادي توصل ان شاء الله يا ربي، وتفائل بالخير وكلشي عند الله قريب. شكرا. بزاف في المغرب كلشي كيطمع فيك، تابعك في حياتك، و اللي كتبغي تعمل معاه شي بروجي ولا شي حاجه ولا هادي يقدر قليل. انا بعدا بالنسبه لي بزاف د الناس دخلوا معايا بواحد الطريقه اللي كيحاولوا غير يتقربوا، كيعملوا بيا الطريق غير باش يتوصلوا لي، ماشي باش نعملوا انا وياه داك بروجي ولا شي حاجه. فصراحه الله انا كنشوف يعني كلشي خصو يزير على الصباط بيدو، كلشي يزعم بيدو، حيتاش ما كاين لا خاك لا عقل عليك لا بابك لا حتى شي واحد. واللي بغى شي حاجه يحاول بيدو، حيتاش باك ما غيعقلش عليك، شحال يبقى بابك دايم لك وهادي وخاك هيداك طبيعه الحال. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.